ليست أسطورة بل هي حقيقة، لكنها موهبة تبدو غريبة نوعا ما، وقد لا يصدقها البعض. فعندما سمعنا عن الرجل من كثير ممن استفادوا من موهبته، تبين لنا حقيقة وصدق ما يقول. أحمد الهقل مواطن شبواني يعمل في مجال استكشاف المياه الجوفية من خلال عصا يحركها بيده وتسمى في شبوة بالمشعبة. منذ 15 عام اكتشفنا الموهبة، تمام؟ في واحد قالوا زمان يجي معها عصا ويكتف الماء، وجربنا بالعصا لنا الحمد لله موهبة من الله سبحانه وتعالى. ولما يجي يمشي فوق الأرض والعصا في يدي، إذا جل ماء على طول تبرم في يدي، إذا ما في ماء ما تحرك أبدا. والحمد لله استمرينا في هذا الحال حدد الآن في جميع المحافظات. يسير أحمد حاملا عصاه حتى إذا أتى مكان تواجد الماء تزيد حركة العصا أكثر مما كانت عليه، مما يدل على وجود الماء بهذا المكان حسب قوله. وقد لاقت موهبته تجاوبا ونجاحا كبيرا داخل محافظة شبوة وخارجها. ذهبنا للعمرة هو العصا معي، ودعيت الله في المدينة وفي مكة أن الله يزيدنا علم، زادنا الحمد لله الحالي والمالح والعمق على عمق كم متر. حدد الناس الآن على كم متر مسافة، وحالي ولا مالح ولا كبريتي، ثلاثة أنواع الماء. حدد الناس الآن من شبوة لا حضرموت للمهرة لا لاحق لا أبيان لا عدن، أجمل محافظة حدنا. النصيحة أنصح الأخوة في الوديان وفي الدين يعملوا حواجز مائية، حواجز مائية يحفروا بالبوكلين ويحطون حجار ولا ذي مشان تحجز مياه الآبار، تبقى مياه حاجز مائي يبقى يغذي الآبار. موهبة الهقل ذهبت إلى أبعد من اكتشاف مكان تواجد المياه، حيث أنه يقول بأنه يستطيع أن يميز نوعية الماء من حيث ملوحته أو عذوبته، وأيضا تحديد مسافة وجود الماء وكم يبعد عن سطح الأرض. وشهد له كثير من الناس على دقة وصفه ومطابقة الواقع لما يقول. اعتبر العم أحمد الهقل الخليفي خبير جيولوجي عندنا، وقد رافقته عدة مرات في رحلات عديدة لمحافظة حضرموت الساحل والوادي ولا عدة مديريات في محافظة شبوة. فسبحان الله هذه موهبة يعني من الله، فقد كان يحدد الماء ويتم الحفر ويكون على تحديده بالمتر سبحان الله. وهذا أحد المواقع التي نحن عليه، قد تحدى المهندسين في تحديد الماء، قد رفض أن يحفر هنا إلا أن المهندسين أصروا على الحفر هنا في هذه المنطقة تتبع مديرية عتق، وتم الحفر وفشلت البير بالرغم أن العم أحمد حدد لهم على مسافة 60 متر من هذا المكان. عرف الكثيرون أحمد الهقل بحسن تدينه وطيب أخلاقه، وأن موهبته هي منحة ربانية جعلها الله فيه ليخفف العناء على من يريد أن يستخرج الماء من باطن الأرض. العديد من الآبار الجوفية تم اكتشافها بواسطة الهقل ووقوعها على نهر ماء غزير، ومع مرور الأيام يزداد أحمد معرفة أكثر، ويتطلب على الجهات المعنية والرسمية الوقوف مع موهبة أحمد وتشجيعها، على أمل أن يقدم خدمات كبيرة للمجتمع ويكتشف المزيد من الأشياء المخفية خلال الأشهر القادمة. عوض صالح لبرنامج أسبوع البلد شبوة.